لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح نشوف تقرير عن استعدادات فريق حرس الحدود للموسم الجديد، بعدها نطلع لفاصل ونستقبل كابتننا الكبير كابتن عمرو الدسوقي نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق. خليكم معنا. احنا الحمد لله يعني ابقينا على حوالي 11 لعيب من الممتاز بي اللي كانوا معانا في الممتاز بي، وتعاقدنا مع لاعبين جدد مزيج من الخبره والشباب. احنا بنبحث عن شخصيه لنادي حرس حدود في الدوري الممتاز في وسط الضغوط الرهيبه اللي موجوده، في وسط الارقام الكبيره جدا اللي موجوده بالنسبه لشراء اللاعبين. احنا مش هنخش في اي نزاع او يعني مع اي نادي في لعيب، احنا كل اللعيبه اللي بنجيبها بيكونوا خلصوا عقودهم مع الانديه، فبالتالي احنا بنتعاقد معاهم، وان شاء الله باذن الله يبقى لنا شخصيه كويسه في الدوري الممتاز، ويبقى لنا الاسم، نرجع اسم حرس الحدود تاني للي كان موجود فيه. الحمد لله رجعنا ابن نادي حرس الحدود مصطفى جمال، ده ابني من اولاد نادي حرس الحدود. تعاقدنا مع الكابتن احمد شديد ناوي، كابتن ابراهيم القاضي، كابتن محمد انور، احمد داووده، جبنا مدحت فقوسه واحمد ايمن وجيه عبد الحكيم ومحمود عبد الله من نادي الاسماعيلي ورباعي الاسماعيلي، ان شاء الله يكونوا اضافه كويسه لينا، شباب صغيرين عايزين ما كانوش بياخدوا فرص في نادي الاسماعيلي، ان شاء الله يلاقوا نفسهم عندنا في نادي حرس حدود ونقدمهم للدوري المصري بشكل كويس. يعني موسم صعب ومهمه ثقيله وصعبه نظرا للظروف اللي بتمر بها الكره المصريه والمنافسه الشرسه بين الانديه والتدعيمات الكبيره من الانديه والمبالغ اللي بتضخ في الانديه الفتره الاخيره. بنشوف ميزانيات كبيره للانديه علشان تدعيم صفوفها. كل الشكر لاداره حرس الحدود واللواء عماد يماني قائد القوات ورئيس نادي حرس الحدود على ثقته الكبيره فيا ان نكون موجود السنه دي على راس القاده الفنيه لحرس الحدود. حرس الحدود نادي عريق وتاريخ كبير، السنة دي طموحنا كبير وطموحنا مختلف وعارفين المهمة صعبة. يمكن احنا بدأنا الإعداد من حوالي شهرين مع مجموعة اللعيبة اللي كانت باقية من الموسم الماضي واشتغلنا معاهم شغل كويس. فضل معنا حوالي 12 لاعب، بدأنا الفترة الأخيرة في التدعيمات من فرق الدوري الممتاز، جبنا بعض العناصر اللي عندها خبرة وجبنا بعض اللعيبة الصغيرة بحيث ان يكون عندنا مزيج ما بين الشباب واللعيبة اللي عندها الخبرة. بداية الدوري محتاجة خبرات كبيرة ومحتاجة استعداد كويس، والحمد لله احنا شغالين بشكل كويس، ربنا يوفقنا ونكون على قد المسؤولية ونقدر نعمل حاجة السنة دي إن شاء الله. احنا نفسنا نكون عندنا فريق عنده ويمتلك الشخصية المختلفة في الدوري، روح قتالية عالية. إن شاء الله نقدم مفاجأة للناس السنة دي بفريق إن شاء الله يكون مميز ويكون يعني يضايق الفرق كلها في الدوري، ويكون لنا نصيب إن احنا في نهاية الموسم نكون من الفرق اللي موجودة في الدوري للموسم الجاي. يعني احنا بناخدها خطوة خطوة، يعني يمكن السنة دي هدفنا البقاء والظهور بمظهر كويس، وبعد كده هنبني للخطوة اللي بعد كده إن شاء الله. طبعا احنا شغالين بقالنا فترة كبيرة تقريبا من 1/7 شغالين، لكن طبعا كنا شغالين مع المجموعه اللي هي القديمه اللي كانت مستنيه معانا من الموسم اللي فات، اللي هي صعدت معانا مع الفرقه تقريبا 14 او 15 لعيب، والكابتن ايوب كان مصعد حوالي 6 أو 7 ناشئين علشان نشوف مين اللي يقدر يكمل معانا في خلال الموسم. يعني لان طبعا الموسم نفسه بتاع الدوري الممتاز الف انتهى في 30/8، فكنا لازم ننتظر ان الموسم يخلص واللعيبه برضو تاخد راحه، اللعيبه مواسم متلاحمه. يدوب من يوم 18 او يوم 20 بدات اللعيبه اللي هي اللعيبه الصفقات الجديده تنضم لينا، وشغالين معاهم بشكل كويس، بقى لنا داخلين اهو على 10 ايام او اسبوع حاجه كده. يعني داخلين معسكر، احنا في معسكر مغلق بقى لنا 4 أو 5 ايام، بعد كده هنكمل المعسكر في اسكندريه ان شاء الله من يوم الثلاث، عندنا سلسله مباريات هناك، عندنا 4 مباريات هناك تدريجي كده ان شاء الله باذن الله. احنا انضمنا اللعيبه الجديده الاسبوع اللي فات وبدانا معسكر من يوم الخميس، اللعيبه كلها مركزه وكله شايل المسؤوليه ان احنا ان شاء الله باذن الله نرجع مكانه حرس الحدود الدوري الممتاز تاني. نادي ليه مكانه كبيره طبعا في وسط الانديه الكبيره، بطولات كاس مصر والسوبر، فدي حاجه طبعا تكون شرف لاي لعيب ان هو يلعب في نادي حرس الحدود. فان شاء الله باذن الله احنا كلعيبه كلنا مستعدين، تمارين كابتن احمد ايوب طبعا والجهاز الفني كله مش مقصرين معانا بحاجه،
يعني التمارين كلها زي ما حضرتك شايفه كده بتبقى كلها تمارين تخصصي، الشوط، الحاجات دي، الحاجات اللي انت محتاجها في الدوري الممتاز دي، حاجات مش كل المدربين بيشتغلوا عليها. مدرب بس اللي هو الفاهم ان انت داخل مرحله ثانيه، السنه فاتت الدوري درجه ثانيه، فما كانش الحاجات دي مميزه قوي بيك. فدلوقتي انت في مرحله التنقليه، يعني ان انت عندك دوري ممتاز وفرق ثانيه هتنافسك وفرق ثانيه هتلعبك، فاحنا بنتمنى طبعا ان احنا نكون على قدر المسؤوليه دي اللي النادي حطها لنا والمدير الفني كابتن احمد ايوب حط لنا فيها. فباذن الله يعني يكون موسم كويس باذن الله.